شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي، اوكي؟ يا واد عيب عليك، انا شكو شكفوا احكام. يا عيال مع بعض، مع بعض الدعم على الدبل، اوكي؟ يلا يلا يا عيال يلا، بدا اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج. يا عيال مع كينج، اي ابراجك يا محر. والله كفو كفو تامر حمزة، وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو ايه اسودك يا كينج، كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام، هات احكامك. اقول هد بس، شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام، هات حكمك الاول. الحكم الاول، شف ابيك تلبس عباية وداخلها قميص وتحط الطرح البيضة، تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا، مجنون انت؟ هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني، تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كفو احكام يا شكش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث، ها الحكم يتنفذ بالبث. انا مري انا مري. ايه فقي، خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. هي ايش يبقى؟ انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سري لك. امشي يا واد. وينها؟ وينها؟ ولك عين تطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. الريحة المعفنة أكيد من الرقص وسيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. شاء إن شاء الله. إحنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال، أنا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت الحمامنا بعد؟ ورا ما تسبحت بحمامك؟ لا ولا بسرب حقك بعد، هذه مهي بصاحية مهي بصاحية. لا لا مهي بصاحية مهي بصاحية، تندي مهبولة مهبولة. وش اللي جايها؟ يلا غرفتك يلا. اوكي بابا، مرة تانية ما في صوت كبير، انا روح سفارة. قوم يا واد. Thank you.
النشبة ذايبيك دربد النشبة ذايبيك دربد عيال شكو شو اتصل النشبة ذايبيك الو انت وينك يا شيخ الله يرجك انت وتحدياتك الرجال خطفني يحسبني شغالتهم تعال طلعني من هنا طيب وين مكانك يا ابويا ما ادري حطني في الشنطه زي الغنمه وجابني هنا ونادى حرمته وهزأتني كمان ام عاد لا يكون شفت زوجته بس شفته وتروشت محمامه كمان صاحي انت والله لو درى انك رجال يذبح ايوه انا في بيت كافيل هذا بابا ناصر بيا بيا ماما فوزيه قلب طيب قفل الجوال يا بنت الذين هذا الجوال هو بالمصايب من اليوم ورايح ما في اي جوال طيب بابا ما في مشكله ابوك النكبه قفل الخط عيال لا يا شيخ ترى انت اللي انكبت الضعيف وانا وش دخلني انا تحديته وهو قبل التحدي طيب وش السوات الحين عادي يا شباب خلوه ينقلع انت كل تراب هذا خوينا ولازم نوقف معه